جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت في كتاب زاد المعاد أن الصبغة أو الحنة السوداء ليست محرمة إلا إذا أريد بها الغش أو الخداع، وأنا شعري يتساقط بكثرة، فسمعت عن نوع من الحناء يساعد على نمو الشعر وعدم تساقطه ولكنه يجعل الشعر أسود، فهل هذه الحنة محرمة مع العلم أن لون شعري أسود؟ الصبغ بالسواد لا يجوز إذا كان في الإنسان رجلا أو امرأة شيء فإنه يستحب له تغييره لكن بغير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وهذا عام للرجال وللنساء، وما أظن أن ابن القيم يبيح الصبغ بالسواد، هذا وهم من السائلة، ولكن ابن القيم كغيره من العلماء يرون استحباب تغيير الشيء لكن بغير السواد. وأما الشعر الأسود فلا داعي لتغييره بلون آخر، لأن السواد جمال وطبيعة الشعر، فتغييره إلى لون آخر إنما هو من باب العبث أو من باب التشبه. نعم.